على الهاتف مباشرة الأستاذ ياسر محمد، وواضح إن في استجابة، الله أعلم. أستاذ ياسر مساء الخير، شكرا للمشاركة. يا ترى كده يا استاذ معتز، اهلا بحضرتك. يا ترى حضرتك ليه طلبت المداخله؟ حضرتك انا بس ببلغ حضرتك ان الاستاذ ممدوح عباس هيدعم الرحله بكره ان شاء الله بمبلغ 250,000 جنيه. تمام. الشيك هيكون على مكتب المهندس خالد عبد العزيز الصبح ان شاء الله. طب ده عظيم، يعني ده معناها 50% من القيمه. بنشكرك جدا وتحياتنا للاستاذ. هو تحت امر مصر في اي حاجه، هو دايما داعم للمنتخبات في كل الالعاب، وهو قبل كده برضه اتبرع ب 250,000 جنيه لمنتخب كره اليد. هو مش متاخر عن اي منتخب في اي لعبه، واحنا عايزين نرفع اسم مصر عاليا في اي مكان. يا رب ان شاء الله. تواصلتوا مع اتحاد الكوره او مع المسؤولين؟ يا فندم نسقتوا مساله الشيك ان شاء الله هيكون عند المهندس خالد عبد العزيز مع وزاره الشباب الصبح ان شاء الله باذن الله يا فندم.